أبناء الأرثوذكسيين نسجد لصليب ربنا يسوع المسيح. بولس الرسول ينطق بكرامة الصليب قائلا: ليس لنا أن نفتخر إلا بصليب المسيح. أيها المؤمنون فلنسبح ربنا يسوع المسيح ونسجد لصليب الخشبة المقدس غير الماء. نفتخر بك أيها الصليب الذي صلب عليك يسوع، لأنه من قبل مثالك صرنا أحرارا. أفواه الأرثوذكسيين والسبعة طغمات الملائكية افتخر بك أيها الصليب الذي لمخلصنا الصالح نحملك على أعناقنا. أيها الصليب ناصر المسيحيين بشجاعة ونصرخ جهارا: السلام لك أيها الصليب فرح الماء الغالب ضد المعاندين، وثبتنا نحن معشر المؤمنين. السلام لك أيها الصليب عزائي المؤمنين وثبات الشهداء حتى أكملوا عذابتهم. السلام لك أيها الصليب سلاح الغلبة. السلام لك أيها الصليب عرش الملك. السلام لك أيها الصليب علامات الخلاص. السلام لك أيها الصليب النور المشرق. السلام لك أيها الصليب سيف الروح. السلام لك أيها الصليب ينبوع النعم. السلام لك أيها الصليب كنز الخيرات. السلام لك صليب إلى كمال الدهور. السلام قائلين: السلام لك أيها الصليب الذي حمله الملك قسطنطين معه إلى الحرب وقتال البربر. مكرمة جدا علامات الصليب.
الذي ليسوع المسيح الملك إلهنا الحقيقي الذي صلب على الصليب حتى خلص جنسنا ونحن أيضا فلنكرمه صريخين قائلين الصليب هو سلاحنا الصليب هو رجاؤنا الصليب هو ثباتنا في ضيقتنا وشدائدنا لأنه بارك المسيح إلينا وصليبه المحيي الذي صلب عليه حتى خلصنا من خطايانا نسبحه ونمجده ونزيده علوا كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك. نتابع بنعمة ربنا دراستنا في سفر التكوين. احنا الاسبوع اللي فات كنا خدنا لحد جزء كده من الاصحاح 45، نكمل النهارده نحاول نخلص ال 45 و 46. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كنا اخدنا لحد ما يوسف أعلن نفسه لإيه؟ لإخواته. أعلن نفسه لإخواته وقال لهم ما تتأسفوش ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلني إيه؟ الله. لاستبقاء حياة أرسلني الله. فأرسلني الله قدامكم، وقالها ثلاث أربع مرات، أرسلني الله ليجعل لكم بقية في الأرض واستبقاء نجاة عظيمة، وليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله. خلاص نقلهم بقى من مستوى إن في بيننا وبين بعض مشكلة أو في بيننا وبين بعض طار قديم. لا 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 لا، إحنا مش عايشين على المستوى ده، إحنا عايشين على مستوى تدبيرات الله. اللي غلط زمان غلط، معلش وديكوا تعبانين بسبب غلطتكم مش أنا اللي تعبان، ده أنا ربنا استخدم الموضوع ده ورفعني علشان أقدر أرتب الأمور والظروف في مصر علشان أنتوا تقدروا تيجوا ويكون لنا حياة بدل ما كنا هنموت. فدي ترتيبات ربنا وأنا أؤمن بترتيبات ربنا. أنا مش مشغول بتصرفات البشر، أنا مشغول بترتيبات ربنا. أنا مش مشغول بتصرفات البشر وفلان عمل فيا وفلان قال عليا وفلان سوى، أنا مشغول بترتيبات ربنا في حياتي وفي حياة الكنيسة. يوسف كان كده مشغول بترتيبات الله لي ولأسرته وللعالم، مشغول بترتيبات الله، مش مشغول بفلان عمل فيه إيه وهو لازم يردها له، وفلان عليه عال عليه إيه، وفلان غدر بيه إزاي، وفلان طعنه من ظهره، وفلان عمل وفلان سوى وما شفتش. الحق الحق إيه؟ أنا ما شفتش ومش عايز أشوف، وأنا مش عايش على المستوى ده. إحنا أولاد ربنا عايشين على مستوى ترتيبات الله في حياتنا، وربنا بيعمل حاجات عظيمة جدا. واضح إن إخوات يوسف لسه مش قادرين يوصلوا للمستوى ده وخايفين من اللي عمل عملنا فيه هيعمل فينا. دلوقتي هو في موقع القوة، في الأول كان في موقع الضعف وبيتوسل لينا نسيبه، وإحنا اللي كنا كبار وجروب كبير مع بعض فعملنا اللي إحنا عايزينه.
لكن هو دلوقتي في موقع القوة، لا لا لا، المستوى ده ولاد ربنا بيتجاوزوه، بيتجاوزوه دايما لمستوى أعظم بكتير، هو مستوى ترتيبات الله في حياته. ده الاستبقاء حياة. كتير من الناس ساعات تمر بظروف صعبة وتقول يا وبعدين في الظروف دي، ده أنا ظروفي بقت من أسوأ ما يمكن، ليه يا رب بتعمل كده وليه بتعمل كده وليه سمحت أن أنا أخسر الحاجة الفلانية وليه سمحت أن أنا أنقل من المكان الفلاني. في خطة ربنا بيعملها على كبير، دايما احنا تفكيرنا على صغير، على ضيق كده، على ضيق، ما احناش شايفين حاجه غير تحت رجلينا يعني. لكن تفكير ربنا وترتيب ربنا دايما على كبير، على كبير قوي، وعايز يدينا حاجات عظيمه قوي، وعايز لينا بركه وحياه ومجد كبير قوي. مش عايزين نقعد نفكر على قد مستوانا. عارفين الطفل الصغير اللي راح لباباه قال له اديني من الحاجة الحلوة اللي معاك دي، فقال له حبيبي اكبش اكبش وخد اللي انت عايزه، قال له لا، لو انا كبشت بايدي الصغيرة دي هاخد حاجة شوية، هاخد شوية صغيرين، لكن اكبش انت واديني بايدك الكبيرة يطلع لي كتير. احنا عايزين نبقى مع ربنا كده، مش احنا اللي ناخد، احنا نقول له انت اللي تدينا بايدك السخيه، انت اللي ترتب لنا ترتيباتك العظيمه اللي على كبير قوي، اللي على كبير قوي. ربنا بيرتب على كبير قوي، هم مش فاهمين حاجه. يوسف اللي سلم نفسه لربنا وقبل الصليب فهم، طبعا فهم بالتدريج، لكن دلوقتي فهم تماما وبدا يقول لهم ويشرح لهم، ده ربنا جابني هنا لاستبقاء حياه، وجعلني الله سيدا لكل مصر. وروحوا البابا تقول له يجي لألا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك، وإلا هتفتقر، تعال. وبعد كده يقول وقع على عنق بنيامين أخيه وبكى، وبكى بنيامين على عنق، وقبل جميع إخوته وبكى عليهم، وبعد ذلك تكلم إخوته معه. بدأوا يعني شوية الرهبة الشديدة اللي بينهم وبينه تبتدي تهدأ ويقدروا يتكلموا معنا. احنا كنا وقفنا لحد كده المرة اللي فاتت، مش كده؟ نكمل بقية الإصحاح. وسمع الخبر في بيت فرعون وقيل جاء إخوة يوسف، فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده. فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم وانطلقوا، اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلي، فأعطيكم خيرات أرض مصر وتأكلوا دسم الأرض، فأنت قد أمرت. يقول يوسف أنا بأمرك تعمل كده، افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولادكم ونسائكم واحملوا أباكم وتعالوا، ولا تحزن عيونكم على أثاثكم لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. حاجة لذيذة أوي. فرعون من محبته ليوسف، ويوسف عامل معاه جميلة مش قليلة، يوسف ده أنقذ حياة فرعون وأنقذ حياة كل المصريين، يوسف مش عامل معاه جميلة قليلة. فالمفروض يعني لما يجي ناس فرعون يقول هو إيه الدوشة دي، إحنا عايزين يوسف بس، لكن إيه الدوشة دي والناس دي كتيرة دي هتيجي تعمل إيه هنا؟ لا، عشان فرعون في قلبه محبة كبيرة ليوسف، ويوسف له رصيد كبير من الخير والمحبة جوه قلب فرعون، ففرعون حاسس ان هو ايه؟ ها؟ بالظبط، مديون ليوسف، مديون، عايز يردها له بأي وسيلة. اخواته جم، الله دي حاجة حلوة، ونلاقي الناس نخدمهم، نلاقي ناس نعمل معاهم معروف زي ما يوسف عمل معانا معروف. حاسس انه مديون، ففرح فرعون، فرح يعني دول ناس غرب وهيجوا عالة عليهم يعني، ومع ذلك ده فرح، لقى نفسه ايه؟ لقي حاجة يقدمها. ده وضعنا مع السيد المسيح، هو أحبنا وأنقذ حياتنا وعطانا حياة جديدة، وإحنا من غيره كنا نبقى في التراب مستعبدين مزلولين ميتين
بالخطايا والذنوب زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، كنا أمواتا بالخطايا والذنوب أحيانا، هو أحيانا، فإحنا مديونين ليه بعمرنا. وبعدين ما أحياناش بتكاليف بسيطة، ده أحيانا بتكاليف غالية جدا جدا بذل نفسه من أجلنا، فإحنا بقينا مديونين ليه، مديونين ليه بكتير قوي قوي بعمرنا بحياتنا. فالمديون ده بيدور على حاجة عشان يرد الدين، بيدور على أي حاجة يعملها. في ترتيلة لذيذة كنا بنقولها زمان، بتقول هي بدايتها: يا عجبا مخلصي قد مات من أجلي وبذل الدم الزكي لخاطئ مثلي. وبعدين يقول: إزاي أرد لي يعني من فاق حبه، حبه فائق، نفسي لك وهذا ما استطعت فعله. ما عنديش أغلى من حياتي أقدمها له وأكرسها له لتمجيد اسمه وخدمته، ما عنديش أكتر من كده، ودي ما تعتبرش حاجة برضو بالنسبة للي هو عطاهوني. الرسل لما كانوا بيجلدوهم يقولوا لهم اخرسوا، ما تنطقوش الاسم ده على لسانكم تاني، ولو عملتوا لو اتكلمتوا اسمه تاني على لسانكم هنقتلكم. والجلد كانت عقوبة مريعة. جلدوهم، هم أبرياء، ما فيش أي جريمة ارتكبوها غير أن هم بيكرزوا باسم يسوع. يقول إيه سفر أعمال الرسل؟ خرجوا إيه؟ فرحين، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. خرجوا فرحين، لقوا حاجة يقدموها، لقوا حاجة، عرفوا يقدموا حاجة، شوية دم كده نزف منهم وضربات جات عليهم واتبهدلوا عشان خاطر المسيح، لقوا حاجة كده بسيطة يقدموها ففرحوا. ما هو الطبيعي أن الواحد لما يتجلد ويتوجع ويفضل 3-4 أسابيع متوجع وظهره جسمه كله ألام ونار عليه من الجلدات والدم السايح، الجلدة دي مش يعني خدشة كده، الجسم كله بينزف. يقول لك خرجوا فرحين، حاجة مش طبيعية، لا ده فيها سر وراها، ان هم بيحبوه ولقوا حاجة يقدموها له. حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم، خرجوا فرحين. فاهمين الفكرة بالضبط كده؟ يقول لك إيه؟ سمع الخبر في بيت فرعون فحسن في عيني فرعون. حاجة إيه؟ حاجة لطيفة مفرحة، مع أن المفروض يعني أن دول جايين وبيدعوا ناس معهم، عشرات من الناس هيبقوا يأكلوا من خير مصر، هيبقوا عبء شوي. لا، ده احنا مديونين بحياتنا كلها، ايه يعني شوية كده ان اخواته ولا عيلته نهتم بيهم؟ ده هو اهتم بالملايين كلها اللي في مصر وانقذها. فنفس الفكرة في حياتنا مع المسيح، اللي احنا مديونين ليه بحياتنا، هو اللي اشبعنا من غيره كنا نجوع، هو اللي احيانا من غيره كنا اموات بالذنوب والخطايا. فحسن في عيني فرعون وفي عيون عبيده، يا سلام، مبسوطين، ياه، ويوسف ده له عيلة، ده فرصة نعمل معهم معروف، وياريت يبقوا كلهم من الصنف ده. طبعا هم ما حدش فيهم من الصنف بتاع يوسف الحقيقة يعني، لكن فرعون كان نفسه يعني يكون فيهم من الصنف ده ويبقوا بركة لشعب مصر. فرح فرعون يوسف ما كلموش خالص، ما طلبش ولا طلب، ده فرعون اللي بيطلب من يوسف وبيقول له ايه؟ قل لاخواتك افعلوا هذا، حملوا دوابكم. يعني يوسف قال لاخواته، قال لهم هاتوا بابا، وانا واثق ان فرعون مش هيرفض لي طلب، لكن ما راحش قال لفرعون حاجه، فرعون اللي عطاله كل حاجه، قال له حملوا دوابكم وانطلقوا ذوي الارض كنعان وخذوا اباكم وبيوتكم وتعالوا الي فاعطيكم خيرات ارض مصر وتاكلوا دسم الارض. الأرض دي كلها ليكم، ودسم الأرض بتاعتنا ليكم وأعطيكم. وبعدين مش بس كده، أنا بأمرك يا يوسف
تاخد من عندي هنا عجلات، عجلات اللي هي زي مركبات بيجرها خيول او حاجات زي كده، وزي الحنطور كده يعني، بس بحالة يعني قوية تستحمل شوية. حتى في مصر بيسموها كاريتا، ها في الانجليزي هي كارتس، كارتس فهي العربيات اللي هي بتتجر دي بيسموها كده، يحطوا فيها حاجتهم والحصينة تجرهم. دي الوسيلة المواصلات الفخمة يعني، فخمة قوي بتاعت ذلك الزمان. فقال له هم مش عندهمش الحاجات دي هناك، خد من هنا، ياخدوا معاهم هم ماشيين كارتس، ياخدوا عربيات بعجل كده وتتجرب الخيول ويروحوا ويجيبوا كل اللي هم عايزين يجيبوه. والرجاله اللي بيعرفوا يمشوا طبعا يمشوا، لكن الاب الكبير باباك والنساء والاولاد يركبوا الحاجات دي وايه، ويجوا معززين مكرمين راكبين، مش يجوا ماشيين، يجوا راكبين. وفعلا خدوا وبعت معاه الايه الحاجات، وقال لهم العجلات دي لاولادكم ونسائكم، واحملوا اباكم وايه وتعالوا. وبعدين لا تحزن عيونكم على اثاثكم، لان جميع خيرات جميع ارض مصر، لأن خيرات جميع أرض مصر لكم. يعني لو عندكم شوية حاجات في البيت، دواليب ولا سراير ولا كراسي ولا الأثاث يعني بتاع البيت، ما تشيلوش هم، سيبوه، ما تحزنوش عليه يعني، ارموه سيبوه. وهنا عندنا كل حاجة، نجيب لكم ونعمر لكم أماكنكم، كل اللي انتوا عايزينه، كل الخير بتاعنا هنا. حاجة جميلة، منتهى الكرم من فرعون، انتهى الكرم. ده ثمرة أمانة يوسف، ثمرة حسن تدبير يوسف، ثمرة العلاقة الحلوة اللي مع يوسف. ما الواحد لما يبقى له علاقة حلوة مع ربنا تتفتح عليه قوة السماوات، لكن لما يكون العلاقة بينه وبين ربنا مش مظبوطة يعيش تعبان ومحتاج، لكن اللي فاتح سكة كده حلوة مع ربنا، ربنا يفيد عليه. ففعل بنو إسرائيل هكذا، وأعطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون، وأعطاهم زادا للطريق، وأعطى كل واحد منهم حلى الثياب. وأما بنيامين، وفي اليوناني بيقول حلتين ثياب، وأما بنيامين فأعطاه 300 من الفضة وخمس حلى الثياب. أعطى له إيه؟ أكثر من ضعف كل واحد فيهم. حلى الثياب يعني زي بدلة كده يعني، ممكن تكون يعني طقم جلابيات فخمة حسب النوع اللبس بتاعهم زمان. وأرسل لأبيها كذا 10 حمير حاملة من خيرات مصر، و10 أطن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. يعني غير الحمير بتاعتهم اللي كانوا هياخدوا عليها الغلة، هو محمل لهم من مصر 10 حمير شايلة خيرات مصر، حاجات كتيرة من اللي بتتزرع في مصر، و10 أطن حاملة حنطة وخبزا وطعاما لأبيه لأجل الطريق. ثم صرف إخوته فانطلقوا، وقال لهم لا تتغاضبوا في الطريق، لا تتغاضبوا في الطريق. لذيذة دي. يوسف راجل سلام، طول عمره عايش في سلام مع ربنا وفي سلام مع نفسه. الخطية لو دخلت حياتنا تخلي الإنسان يفقد سلامه مع نفسه، وبالتالي تتعكر علاقته بالآخرين وبالله. لكن يوسف عشان عايش طاهر فكان راجل سلام، في سلام مع نفسه وفي سلام مع الآخرين، سواء اللي في السجن، سواء اللي في بيت فوطيفار، سواء إخواته المتعبين، هو في سلام، راجل سلام، لأن هو أصلا جواه مليان سلام وعايش في سلام مع نفسه لأنه طاهر. الخطية هي اللي تعكر السلام، لا سلام للأشرار. لكن لما يكون إنسان بينه وبين ربنا سلام وعايش في حياته بنقاوة، تبص تلاقي راجل سلام ويحب يصنع سلام، محب كده، محب للسلام، فبيصنع سلام وعارف إنه بركات الله تنسكب في مناخ السلام. يعني ربنا لما يلاقي ناس بتخانق مع بعضها هيديهم سلام ازاي ويديهم بركة ازاي، لكن لما يشوف ناس بتحب بعضها يفيض عليهم بالبركة، يفيض عليهم بالبركة. زي ما كنا بنقول على الآية في يعقوب 3:18،
ثمر البر يزرع في السلام من الذين يحبون الايه؟ السلام. كنت بقول الكلام ده من اسبوعين ثلاثه يعني بعد نياحه ابونا، وقلت ان احنا نفسي الكنيسه باستمرار باستمرار تبقى في مناخ سلام. مناخ السلام، القلب الواحد والروح الواحد، ده يخلي دايما الكنيسه ناميه، يخلي الغروس تطلع في مناخ حلو، يخلي الجيل الجديد طالع فرحان متغذي بينمو بلا عوائق. المناخ المتعكر يخلي الجو مش صالح للنمو، يخلي مش حدش عارف ينمو، لأن المناخ في كلام فاضي وفي صراعات، في ناس بتخاصم بعضها، في ناس بتتغاضب مع ضد بعضها. ثمر البر يزرع في السلام من الذين يحبون الايه؟ السلام. عشان كده أول حاجة وأهم حاجة الكنيسة بتصلي من أجلها استمرار في جميع صلواتها عشرات المرات، اذكر يا رب ايه؟ سلام كنيستك، سلام كنيستك. مناخ السلام ده أساسي، واتفقنا وقتها انه مش بس أبونا اللي يحافظ على سلام الكنيسة، لكن كل عضو في الكنيسة مسؤول عن سلام الكنيسة. كل عضو لازم ياخد باله انه ممكن كلمة صغيرة من بقه تطلع ضد أي حاجة وأي حد تعكر سلام الكنيسة وتعثر. كلنا مسؤولين عن سلام الكنيسة، حتى لو سمعنا خبر وحش مجرد نقله يعكر السلام. ثمر البر يزرع في السلام من الذين يحبون الايه؟ السلام. فبيقول لهم يوسف هما ماشيين، لا تتغاضبوا في الطريق، عشان تفضل بركة ربنا معاكم. لما تكونوا عايشين في سلام تفضل بركة ربنا ليكم. شايفين خير ربنا قد ايه؟ طبعا هما كانوا منظرهم هما جايين الزيارة دي لمصر وراجعين، المنظر يعني مختلف تماما على النقيض. جايين خايفين وسايبين ابوهم لوحده، واخوهم شمعون راح، طبعا يوسف راح من زمان، وجايبين بنيامين وخايفين ومعاهم فلوس مرجعينها كان المفروض تتاخد ما خدوهاش، فخايفين برضو يسألوا عن الموضوع ده. كانوا جايين في حالة مرعوبين مرعوبين، والراجل سيد الأرض ده اللي بيكلمهم بجفاء هيوقفوا قدامه يقولوا ايه ويسجدوا على الأرض وخايفين خوف. شوفوا المنظر، هم راجعين خير وراجعين الحداشر واحد ومعاهم خير ومعاهم العجلات بتاعت فرعون ومعاهم خير ما حدش يتخيله ولا حد يتصوره. هي دي بركات ربنا اللي تيجي تنسكب على الناس في مناخ السلام. فهو يوسف عايزهم يفضلوا كده قلب واحد وروح واحد وعايشين في السلام مع بعض ويحبوا بعض عشان تفضل بركة ربنا معاهم. عايز أقف هنا شوي. اللي خلاهم على فكرة بقوا مع بعض كده وبيحبوا بعض ولمين بعض وبيعملوا كل حاجة مع بعض، الضيقة. الضيقة والمسؤولية خلتهم بقوا قلب واحد رايحين مع بعض وجايين مع بعض، مع أنه كل واحد فيهم كان له قصة، كل واحد فيهم ماشي في سكك غير التاني، لكن الضيقة لمتهم والمسؤولية جمعتهم وخلتهم لازم يبقوا واحد. ده احنا ولاد راجل واحد، ده كان في اللي عنده 70 سنة وفي اللي عنده 80 سنة، ها كانوا كبار. يوسف بن يوسف ده صغير اخر العنقون، ده كان عنده 39 سنة، لكن هم راؤوبين كان عنده فوق 80، كانوا كبار في السن، ولكن لموا بعض ولهم اولاد واحفاد وقلب واحد. الضيقه سهرتهم خلتهم بقوا قلب واحد، وإحساسهم بالمسؤولية عن بيوتهم وعن أبوهم الكبير الشيخ، فبقوا قلب واحد حاسين بالمسؤولية، حاسين، والضيقة زنقتهم كده مع بعض. كويسة الضيقة، كويسة الضيقة. طب خلصنا الضيقة وبقينا دلوقتي خير، ها الدنيا اتفتحت لنا وقوة السماوات اتفتحت لنا وأخونا هو السيد الأرض والخير، وفرعون بيقول لنا كل خيرات أرض مصر ليكم. يبقى الواحد ساعتها بقى ياخد باله إيه؟
انه يفضل محافظ على القلب الواحد والروح الواحد ومناخ السلام. الضيقة خلصت. ساعات الانسان لما الضيقة تخلص تلاقيه بقى ايه، طالع بقى بحاجة والتاني طالع بحاجة، وده ضد ده، وده رأيه ده بيفهم عن ده وده أحسن من ده، ونبتدي نتقسم ونبتدي نتخانق مع بعضنا. طب ما احنا كنا شايلين الصليب مع بعض، وكنا قلب واحد وروح واحد. هدي من ضمن بركات الضيقة اللي ساعات ربنا يسمح بيها للكنيسة عشان نتلم، علشان نبقى قلب واحد وروح واحد، ونقدم توبة جماعية علشان نحس ببعض أكتر، إن إحنا كلنا تحت الآلام مع بعض، إحنا كلنا في ضيقة واحدة، فنتلم مع بعض ونصلي بقلب واحد. ودي يعني مش حاجة يعني حصلت في تاريخ الكنيسة زمان وبس، لا، ده لحد دلوقتي. شوفوا لما يعني مثلا أيام السادات ما حط الأسقفة في السجن وحاصر البابا في الدير، كان كل الكنائس بتصلي بتصرخ، والإعلام مظلم الدنيا، ما نعرفش الناس راحت فين، مش زي دلوقتي الميديا يعني الناس بتبقى عارفة إلى حد كبير بعض المعلومات. كان وقتها حتى الجرائد الكنسية أو مجلة الكرازة كانت بتصدر أسبوعيا، وقفت وطني، وقف كل حاجة، الدنيا ظلمت. احنا عندنا في الكنيسة كان في 2 آباء تاخدوا من الكنيسة، راحوا فين ما نعرفش. ساعات نسمع إشاعات إن فلان مات في السجن، برضو ما نعرفش. كان ظروف فظيعة سنة 81 في سبتمبر. بس الضيقة دي أنا ما انساش، كان سبتمبر يوم الخميس الفجر اللي عمل فيه كده السادات. احنا عندنا كان اجتماع شبان في ماريجيرج سبورتنج بي، بس الخميس برضو بالليل. فالخميس ده اتلم كل الآباء اللي هم أولاد الكنيسة، أولاد ماريجيرج سبورتنج اللي كان أبونا بشوي، وزعهم في كنائس اسكندرية، ترسموا كهنة، كلنا اتجمعنا، لقينا الكنيسة مليانة من الكهنة، كلنا صلينا وفضلنا على كده بقى يوميا اجتماع صلاة يوميا في الكنيسة. الناس اللي كانت بعيدة والناس اللي كانت يعني مش فارقة معها حاجة بقت تيجي الكنيسة، الناس اللي عمرها ما صلت صلاة نص الليل بقت تصلي معانا كل يوم صلاة نص الليل على ضوء الشموع. كل يوم كنا نصلي صلاة نص الليل، كان عندنا خدام اجتماع عام للخدمة أسبوعي يوم الجمعة، ما زال موجود في ماري جيركس. الاجتماع ده بقى كل يوم، مش كل أسبوع، كل يوم. الكنيسة مليانة على الآخر، كل الشعب. الضيقة لمتنا، الضيقة خلتنا نحس بالمسؤولية ونبقى قلب واحد. مفيش واحد بيقول أنا، مفيش واحد بيقول أنا رأيي، وفلان ما بيفهمش وأنا اللي بقول الكلام ده. الضيقة بتخلينا نتوحد ونبقى قلب واحد ونحس ببعض أكتر، وتنمي المحبة في وسطنا. الضيقة حلو. فيوسف عشان عارف أن الضيقة خلصت وخلاص، فتح لهم بقى السكة وفتح لهم الخزائن مصر ليهم، وقال لهم تعالوا تيجوا بتاع. فعارف ان الشيطان ايه، يعرف يلعب اكتر في مناخ الرحب والسعة وعدم وجود ضيقة، يلعب اكتر من الضيقة، يلعب في وسط الناس، وتلاقي واحد طالع بفكرة والتاني طالع بهرطقة. كنيسة في عهد الشهداء ما كانش فيها الهرطقات الفظيعة بتاعت أريوس ونسطور. بعد عصر الشهداء والكنيسة هديت، وبقى في تسامح ديني، وبقى في عبادة بحرية، وبدأت الكنائس كمباني تتبني، وهكذا ظهرت بقى الارتقاط، وظهرت السياسة، وظهر واحد زي أريوس بيلعب سياسة، مش بس صاحب هرطقة فظيعة، لا، كان بيهيج الدنيا ضد بعضها دائما الحركة، يشتغل مع الامبراطور ويشتغل مع الاسقف الفلاني ويشتغل مع ده، ويطعن في ده ويبعت رسائل لده، وقع الناس في بعضها ويلفق تهم. لو في ضيقه وفي استشهاد، الكنيسه بتبقى قلب واحد وروح واحد. فهو يوسف عشان عارف كده فبيقول لهم ايه، لا تتغاضبوا في الايه، في الطريق. انتوا خلاص بقى مرتاحين، ها، والاخبار حلوه والظروف حلوه،
بس خلوا بالكم عشان الشيطان ما يدخلش في ايه؟ في وسطكم. وافتكروا انه دايما بركات ربنا تنسكب على الكنيسة في مناخ الايه؟ السلام. في مناخ السلام، خليكم دايما في سلام، صانعي سلام، محافظين على السلام بينكم وبين بعض، عشان بركات ربنا تفضل معاكم. فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه قائلين. شوفوا بقى رسالة مذهلة، يعقوب ولا عمره كان يفكر فيها ولا يحلم بها. يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر. رسالة يعني شك. يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر. يعقوب ما قدرش يستقبل، لك فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله. فعاشت روح يعقوب أبيهم، فقال إسرائيل كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. لك فعاشت روح يعقوب، يعني زي ما تقال عن الابن الضال كان ميتا فإيه؟ فعاش. يوسف دسته كان حتة منه، الحتة دي ماتت، فهو في جزء من حياته مات. فلما سمع الخبر يقول لك فعاشت روح يعقوب أبي. نفتكر أنه يعقوب زي ما قلنا من مرتين كده، أنه يعقوب كان في بعض حاجات متعلق بيها في الدنيا، ربنا سحبها منه بتدريج كده، سحب منه رحيل، وبعدين سحب منه يوسف، وبعدين في الآخر سحب منه بنيامين، عشان يقول له أنا عايزك تبقى متعلق بيا بس، ومعايا هتاخد كل حاجة، وهتلاقي رحيل وهتلاقي يوسف وهتلاقي بنيامين وهتلاقي الكل. بس اللي يحط ربنا يبقى الكل في الكل في حياته، ما يحتاجش حاجة. لكن اللي يتعلق بالدنيا كل يوم يموت في حتة، لأنه كل يوم هيفقد حاجة. أنا لو اتعلقت بالدنيا في حاجات كتير هتتاخد مني. النهاردة بيتاخد مني حاجة، كل واحد فينا كل يوم بيتاخد منه جزء صغير من صحته، جزء صغير من عمره بيفوت، جزء من عمره بيطير، جزء بيروح، جزء بيروح، مش كده؟ اللي يمسك في الدنيا ويمسك في الأرض ويمسك في الزمن كل يوم يروح منه حتة، لكن اللي يمسك في ربنا بيبقى شبعان بربنا ومش فارقة معاه أي حاجة في الدنيا. وزي ما بولس الرسول قال أنا بعتبرها إيه؟ نفاية. أنا خسرت كل الأشياء، كل ما كان لي ربحا، مركز وسلطة ووضع في اليهودية وعيلة و كل ده حسبته نفاية من أجل أن أربح المسيح وأوجد إيه فيه، من أجل أن أربح المسيح. فالشاطر اللي يمسك في المسيح هو ده النصيب الصالح الذي إيه؟ لا ينزع. أما بقية أمور الدنيا فإيه؟ ستنزع، مش كده؟ بقية أمور الدنيا ستنزع. إذا مسكت في رحيل هتروح مني، إذا مسكت في يوسف هيجي وقت يروح مني، إذا مسكت في بنيامين اللي فاضل برضو هيجي وقت ويروح. ما فيش حاجة في الدنيا هتتفضل لنا غير النصيب الصالح. وبعد ما النصيب الصالح الإنسان يمسك فيه، ربنا يقول له طب يلا خذ، وهذه كلها إيه؟ تزاد لك. مش أنت طلبت ملكوت الله وبره؟ هديك الملكوت وهديك على البيعة كل ده، هذه كلها تزاد لك. ساعتها أنت مش هتمسك فيها بقى كده، هتفرح أنها من إيد ربنا. بس هو ربنا مش عايز يعني يتعبنا ولا ياخد مننا الحاجة اللي بنحبها، بس دي حاجات ما ينفعش يتمسك فيها لأنها حاجات زائلة. كل أمور الأرض زائلة مع الأرض. فأول ما بلغوا الرسالة المذهلة دي، يوسف حي بعد وهو متسلط على كل أرض مصر، لك عاشت روح يعقوب أبيهم.
والكفاية خلاص، مش عايز أسمع أكثر، أنا أموت بقى دلوقتي، أشوفه بس وأموت. لا يا يعقوب، شوف أنت كل ده أمنيتك؟ لا، ده ربنا هيديك فوقيها كمان سنين طويلة، هيديك أكتر مما أنت محتاج، هيديك أكتر. مش أنت قلت له خلاص يا رب أنا ملياش غيرك، خلاص كل حاجة راحت مني وملياش غيرك؟ خلاص دام أنت قلت له ملياش غيرك هيديك كل حاجة، هيديك الملكوت وهيديك هذه كلها، إيه تزاد لك. كان كل أمله يقول لك أذهب وأراه قبل أن أموت، ما دام يوسف حي بعد، يوسف ابني حي بعد، أذهب وراه قبل أن أموت، ده كان كل إيه أمله. لكن ربنا عطاه أكتر من كده بإيه بكتير. ناخد حتة كمان من الساعة 46، حتة صغيرة بس حتة جميلة ومهمة. فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بئر سبع وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا، فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. جميل أوي. يعقوب طبعا لما سمع الرسالة من ولاده انفعل وقال أروح أشوفه، وبعدين رجع نفسه كده يقول إيه، وأنا أقدر أتحرك من غير ما أقول لربنا؟ وأنا أقدر أتحرك من غير ما أشورته؟ لا يا رب أنت كل حاجة في حياتي، وأنا ما أتحركش من غير ما أنت تقول لي، أنا مش هجري ورا انفعالاتي ولا ورا محبتي البشرية كأب لابن غالي عندي وما شفتوش من 22 سنة وكنت فاكره مات ولكنه عايش. أنا يا رب ما أقدرش أتحرك من غيرك، أنت اللي تقول أتحرك ولا ما أتحركش، مع أن العجلات جاهزة وتعلم. لا استنى استنى استنى، ما كانش ربنا هو اللي يقول وهو اللي يحركني، أنا ما أتحركش، أنا ملياش غيره، أنا جربت الدنيا وجربت أمسك في حاجات كلها راحت مني، لكن أنا أمسك في ربنا وما سيبوش، وهو اللي حركني بعد كده، هو اللي يشوف يحركني إزاي ويقول لي إيه. طب هتعمل إيه؟ قال لهم هروح أصلي وأقدم الذبيحة. راح بئر سبع، ده المكان اللي كان عايش فيه مين؟ إبراهيم، كان عايش فيه إبراهيم. إسحاق كان عايش في حتة جنبه، لكن إبراهيم هو اللي كان عايش أغلبية حياته في بئر سبع. فراح بئر سبع وإيه يقول لك وذبح ذبائح لإله أبيه إسحاق. هنا الذبيحة لله ممكن تكون ذبيحة شكر وتقدير على أعماله العظيمة وإنه هو حافظ على يوسف وإنه هو رتب كل الترتيبات دي، وأيضا الذبيحة هنا فيها طلب مشورة وطلب بركة. يا رب أنا بفكر ناوي أروح مصر، أروح ولا ما أروحش؟ قل لي، مش عايز أعمل حاجة من غير مشورك. فاكرين إبراهيم لما نزل مصر نزل من غير ما يشور ربنا فاتبهدل وكانت سارة هتروح منه، وربنا قال له إيه اللي منزلك؟ اطلع. إيه اللي منزلك للمستوى ده؟ اطلع. لكن يعقوب كان شاطر في الحتة دي، كان طبعا إبراهيم وقتها ما كانش لسه نضج في الإيمان زي يعقوب دلوقتي في آخر حياته، وقتها إبراهيم كان لسه صغير يعني تحت الثمانين يعني، لكن هنا يعقوب كان عنده 130 سنة. فبيقدم ذبائح شكر وتقدير وطلب للمشورة. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل، يعني هو قدم الذبيحة وصلى ونام، فربنا ظهر وكلمه وقال له يعقوب يعقوب، ها أنا ذا، فقال أنا إله، أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر يعني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا معاك ما تخافش وهباركك هباركك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا،
ويضع يوسف يده على عينك. جميلة. ربنا هو الكائن الوحيد اللي ممكن يكون معانا كل لحظة من أيام حياتنا وفي كل مكان نكون فيه. أي إنسان ممكن يساعد، ممكن يسند، ممكن يجي يقعد معايا شوية، لكن ربنا هو الوحيد اللي يقدر يرافقني في كل مكان وفي كل وقت. أنا أنزل معك وأنا أصعدك أيضا. جميلة. ربنا يتقدم الخطوات وهو المسؤول. دي حاجة جميلة قوي إن إحنا نعيشها في حياتنا. يا رب أنا مش هتحرك غير لما أنت تنزل معايا، انزل معايا في المشوار ده، حط إيدك معايا يا رب في الموضوع ده، إذا ما كانش منك وقفه، وأنت ليك طريقتك، وإذا كنت أنت مرتب أنا معاك، وأنت يا رب اللي تتقدم، وأنت اللي تنزل معايا، وأنت اللي ترجعني، وأنت اللي تمشي بيا زي ما أنت شايف، زي ما أنت شايف. أنا أنزل معك. حلو، ربنا مستعد ينزل معنا في أي حتة، حتى لو احنا نازلين كده، نازلين في ظروف صعبة، في ضيق، نازل معانا، مش هيسيبنا، مش هيسيبنا. وأنا أسعدك. مرة من المرات في بنت كانت عايشة يعني في اسكندرية في الستينات والسبعينات، وكان ضحكوا عليها ناس من بتوع شهود يهوى. بتوع شهود يهوى دول أريوسيين، بيؤمنوا، ما بيؤمنوش بالثالوث، بيؤمنوا بتعدد الآلهة، وبيؤمنوا إن في الله الكبير الخالق خلق الإله الصغير، والإله الصغير ده اللي هو الإبن اللي استعمله وسيط يخلق به الخليقة، وفي إله كبير وإله صغير، و مع مجموعة تانية من الخزعبلات. الشهود يهوى عندهم كمية من الخزعبلات والتعاليم الفاسدة، ولكن بيغلفوها في غلاف في منتهى الأناقة، في منتهى الجمال واللطف. يقول لك احنا بنكرز بالإنجيل، ويدي الحقيقة اللي في الإنجيل، ويحاولوا يعوجوا بعض الآيات كده في المعاني بتاعتها، علشان ولو ما لقوهاش تتعوج يغيروا النص علشان تناسب العقيدة الفاسدة بتاعتهم. ولكن اللي بيبقاش فاهم الإنجيل ويستلم منهم من البداية، يستلموه بقى، يعودوا يعوجوا دماغه بالإيه، بكم آية في الإنجيل، فيمشي وراهم. فلما بدأت البنت تمشي وراهم وتروح تحضر اجتماعاتهم، فكتير من الخدام والخادمات والكهنة حاولوا معاها. مشكلة عشود ياهو أن هم يعني عندهم زي قوة تأثير كده، في لهم كاريزما خاصة كده، قوة تأثير على العقول اللي بيها يعني يحطوهم في القالب بتاعهم، يبقى حاجة زي اتجبست كده، لا تعرف تجيبها يمين ولا تعرف تجيبها شمال، اتعوجت ومش عايزة تتصلح. طب نتفاهم، طب نفتح، طب نشوف. حاولوا معاها بكل الوسائل، مفيش فايدة، وهي مصممة يا بنتي هتضيعي كده، ده هلاك، ليه يبعد عن المسيح ويبعد عن الكنيسة، هلاك، كلها عقائد يعني فاسدة فاسدة. وهي مصممة، وكانت زي ما اتقال كده عن بطرس وهو في السجن، كانت تصير صلاة بلجاجة من أجلها، من ناس كتير بيصلوا من أجلها بلجاجة، لحد لما في يوم من الأيام أبونا تفاجئ إن هي جاية له باكية، تقول له أبونا عايز أقعد معاك، قال لها طبعا تفضلي. قالت له أنا شفت حلم غريب، بس أنا من ساعتها وأنا مش عارفة أمسك دموعي. قال لها إيه؟ قالت له كنت ماشية لوحدي في طريق، وفي الطريق ده زي طالع كده، طالع على زي جبل، وماشية ماشية، وأنا ماشية في الطريق قابلت ناس كتيرة حذروني، قالوا لي السكة دي خطر عليك، السكة دي هتقع هتموتي، تمشيش في السكة دي كتير، وشفتك انت كمان، وشفت ناس كتيرة من الحبايب اللي انا اعرفهم زملائي معي، شفت ناس كتيرة، وحذروني كل ما امشي اقابل حد
بيقول لي خلي بالك السكة دي غلط، ما تمشيش في السكة دي، وأنا مصممة وما رضيتش أسمع لأي حد. حد لما طلعت فوق 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 خالص، وبعدين اتفاجئت إن أنا على حافة هاوية. السكة دي وصلتني على حافة هاوية، وكنت مندفعة في المشي فما قدرتش أمسك نفسي، رحت وقع. ولما وقعت لقيت زي حد صوت كده، أنا كانت الدنيا ضلمة، بس أنا لقيت زي صوت حد بيرمي نفسه ورايا وشلني. فتقول مين؟ لا أنا يسوع اللي برمي نفسي معاكي عشان أشيلك، أنا اللي بذلت نفسي عنك، أنا اللي مت عنك علشان أحملك وأشيلك وأنقذك. وقمت صحيت وأنا منزعجة، لكن حاسة كده إزاي هو اللي نزل معايا علشان ينتشلني بدل ما كنت أنزل أتحطم وأهلك. أنا حاسة إن ده هو ده مخلصي. قال لها طبعا. بدأ أبونا يربط لها بقى، يقول لها ده ليس بأحد غيره الخلاص، لو هو كان أقل من الآب ما كانش ممكن يوصلنا للآب، ما كانش ممكن يصالحنا على الآب لو هو أقل من الآب. زي ما قال أيوب الصديق في السفر بتاعه، ليس من مصالح يضع يده على كلينا، ما كانش الشيء لاقي المصالح ده، هو المسيح لما تجسد قدر يوصلنا بالإيه، هو ابن البشر بناسوته وهو ابن الله بلاهوته، فيقدر يوصلنا ويصالحنا إيه مع بعض، مش كده؟ فهو اللي صالحنا وهو اللي أنقذنا وهو اللي نزل، وإحنا واقعين في طريقنا إلى الموت نزل وانتشلنا وطلع بينا. فيعقوب لما بيصلي بيقول له يا رب أعمل إيه؟ قال له أنا هنزل معاك، لا تخف من النزول إلى مصر، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا، وهتشوف يوسف يضع يده على عينيك. هنا طبعا يعني يقصد أنه يوسف حيخليه يشوف وعينيه هتنور ويشوف، لأنه كان طبعا نظره ضعيف خالص في الأواخر، وبكى كتير على يوسف وعلى رحيل، فنظره يكاد يكون راح، لكن قال له هتشوف إيه؟ هتشوف يوسف. فتوجيه حلو من ربنا، أن اللي بيلجأ لربنا يقول له يا رب قبل ما أتحرك أنت تبقى قدامي، قبل ما أخد أي خطوة ارشدني يا رب إذا كان الموضوع ده منك ولا مش منك، ويصلي كتير ويقدم ذبيحة، وبعدين يلاقي ربنا بيقول له ما تخافش أنا هكون معاك، هجعلك أمة عظيمة هناك، أنا هنزل معاك وهتحرك معاك وهأصعدك أيضا. طبعا دي نبوة كانت واضحة لأنه هيطلعهم تاني من أرض مصر. في أوشية المسافرين كل يوم بنصليها في القداس ما عدا يوم الحد، يعني بنصلي أوشية القرابين على أساس أن يوم الحد ده ما حدش يسافر، يعني ما نصليش أوشية المسافرين يوم الحد، يوم الحد ده يوم الرب، الناس كلها مركزة في القداس وفي الصلاة. فأوشية المسافرين بنصليها كل يوم في الأيام الأسبوع، نقول فيها إيه؟ نقول يا رب اللي الناس اللي مسافرين في كل نوع واللي بينوا السفر في كل نوع، كن معاهم، اصحابهم في الإقلاع واصحابهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية إيه؟ معافين، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. يبقى اصحابهم في الإقلاع واصحابهم في الإيه؟ في المسير، روح معاهم وارجع معاهم، اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. ربنا مستعد يشاركنا في كل عمل نعمله، بس المهم العمل يكون ايه؟ صالح. اصحابهم في الإقلاع واصحابهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. توجيه حلو من ربنا وبركة ووعود أنه يكون معاه ويصعده من أرض مصر. سلام. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. اكتفي بكده ونكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. الأسبوع الجاي زي ما اتفقنا هيبقى 3 أيام صلاة وصوم، قداس من 10 لـ1 كل يوم، ويوم الأربعاء برضه يبقى من 10 لـ1، وبعديه برضه نعمل قعدة الإنجيل إن شاء الله. حد عنده تعليق أو سؤال؟ مش عارف،
مش عارف بيتهيالي لا يعني مش عارف هل هم ما قالولوش لا ما قالولوش احنا كذابين واحنا بعنا مصر واحنا بعنا يعني الناس رايحين مصر واحنا كذبنا عليك ما تهياليش هم يعني سابوا مع مش مذكور في الانجيل ان هم قالوا حاجه خالص هم يعني بس قالوا له يوسف ابنك حي وهو متسلط على كل ارض مصر فكانت شوك بالنسبه ليعقوب يلجمد قلبه ولم يصدقه يعني هو ما عرفش ومش مذكور حتى ان يوسف قال له يمكن عشان ما يطعنش في اخواته خلاص يعني اللي فات فات قال له بص ظروفي كانت مش كويسه لكن ربنا رفعني خلاص خلاص وممكن يكونوا قالوا له ما اعرفش قالوا له ولا ما قالولوش بالتفصيل يعني ما اعرفش بس يعني خلاص يعني بقت احداث ماضيه وتجاوزها الزمن يعني هما دلوقتي في وضع مختلف فمش هتفرق كتير يعني يقولوا له ما يقولولوش مش هتفرق هو عارفهم اصلا هو ما صدقهمش هو عارفهم هما ما كانوش كويسين قوي يعني لكن ربنا يعني علشان خاطر يعقوب علشان خاطر يوسف اكرمهم لا قعدتهم في مصر اولا او قعدتهم في مصر دي يعني زي ما ربنا قال له انا هباركك واخليك امه عظيمه فوجودهم في مصر خلاهم تكاثروا جدا يعني في خير خير متوفر الناس كترت واعطاهم بركه في نسلهم لدرجه بقوا اقوى من المصريين جت في الفترة الأخيرة اللي هي يعني بعد 400 سنة لما في عهد يعني آباء موسى يعني بابا ومامة موسى كان الوضع بقى يعني مش موزون في مصر في شعب مختلف واخد منطقة ضخمة وكبير وقوي ويعتبر محتل أو يعني قاعد في المنطقة الشرقية المصرية زي ما هنشوف بعد كده في سفر الخروج إنه الناس فكروا بتفكير سليم قالوا الناس دول منفصلين عننا بيتكلموا لغة مختلفة والناس دي واخدين منطقة ضخمة جدا واخدين الحدود الشرقية كلها فلو في أي يعني جيش جاي يهاجم مصر هينضموا لي ويبهدلوا ويتعبونا الناس دي لازم نسيطر عليهم فحاولوا يسيطروا وقالوا نستفاد منهم فقعدوا يستفادوا بقى منهم ومن شغلهم سنين لكن بوجه عام ربنا كان معاهم في أرض مصر سامع كل وباركهم وحتى لما مروا بمراحل فيها ضيقة يعني سمع أنهم وأرسل لهم وخلص كل حاجة كانت ليها ترتيب كل حاجة كانت ليها ترتيب برضو في أرض مصر محفوظين أكتر من أرض كنعان أرض كنعان أرض مفتحة من كل ناحية وفيها قبائل كثيرة وفيها شر كتير لكن أرض مصر سلامية يعني وفيها خير متوفر والمية متوفرة فيعني خدوا راحتهم قوي فيها كانت أرض مصر دي الانكيوبيتور يعني الحضانة اللي كتروا فيها ونموا فيها وبقوا عدة ملايين يعني هما لما خرجوا من مصر كانوا بتوع 3-4 مليون داخلين 70-75 هنشوف يعني العدد لكن طلعوا 3-4 مليون كان 600,000 ماشي راجل كبير فوق 20 سنة لو حضرتك بقى يعني حسبتي السيدات وحسبتي الأولاد اللي تحت 20 سنة الأولاد والبنات تحت 20 سنة احنا بنتكلم على الأقل على الأقل 4 أضعاف الرقم ده على الأقل 4 أضعاف يعني بين 2-3 مليون فهو ربنا له خطة مش احنا كنا بنقول في الأول ربنا بيشتغل على كبير احنا يعني مش ما احنا شايفين ده هو يوم ما حصلت الحادثة بتاعت حمور وشكيم لما قتلوا القبيلة
يعقوب قال لهم ده وانا نفر قليل، ده انا راجل غلبان، ده احنا كلنا عيله قد كده وهتهيجوا الناس علينا، ايه اللي انتوا عملتوه؟ فيعقوب يعني ما كانش يتصور يعني ان هو يتحول الى ملايين يعني. دي بركه ربنا يعني اللي وعدوا بيها ونفذها. حد عنده تعليق او سؤال؟ طيب نتقابل الساعه 7 بقى في عشيه عيد الصليب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، تفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك لانك فتحت ذراعيك على الصليب تحتضن العالم كله. نشكرك يا رب لانك فتحت احضانك لكي تجتذبنا وتؤكد لينا انه من يقبل اليك لا تخرجه خارجا. نشكرك يا رب لان كل واحد فينا له مكان عندك، كل واحد فينا له مكان في قلبك وله مكان في خطتك العظيمه، كل واحد له دور في ملكوتك. ادينا نفهم يا رب تدابيرك في حياتنا ولا نتحرك الا بارشادك وتدبيرك، لا نتحرك يا رب الا لما تكون انت معانا، تصحبنا في الاقلاع وفي المسير، تنزل معنا وتصعدنا. نشكرك يا رب لانك صنعت سلام وازلت خطايانا لكي نحيا في سلام معك ولكي تنسكب نعمتك على اراضينا المملوءه سلاما وعلى حياتنا اللي انت يا ربي قدستها وطهرتها بسلامك. يا ربي يسوع ادينا دايما نكون قلب واحد وروح واحد ولا نتغاضب فيما بيننا. ادينا يا ربي ان احنا نعيش دايما فرحانين بسلامك مهما كان العالم مضطرب من حوالينا، لكن احنا متمتعين بسلامك داخل قلوبنا وحياتنا وكنيستنا. باركنا يا ربي بكل بركة روحية من فضلك يا رب. اذكر ارسال كهنة لهذه الكنيسة، انت يا رب اللي عارف، انت يا رب اللي بتدبر، انت عارف القلوب، انت اللي تختار وانت اللي ترتب. واثقين يا رب انك انت بترتب حاجة عظيمة جدا. اذكر ايضا يا رب ان ترسل بابا للكنيسة من اختيارك وبحسب قلبك يرعى شعبك بطهارة وبر. بارك ولادك وشعبك يا رب في كل مكان، بارك الخدمة في هذه الكنيسة وفي كل مكان. بركة أمنا الست العذراء وبركة كاروزنا مريم مرقس، بركة كل مصاف قديسيك، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا كالملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.